كل صبايا، شو اخباركم اليوم؟ هو يوم الاحد طبعا، واليوم يوم رابع رمضان. يمكن تذكر والله من الصيام صرت خربت بالحكي ما بعرف. فاليوم معزومه عند رفيقتي وهلا راح اروح عليها وشوفيكم. اليوم الاجواء ونشوف شو طابخه اليوم. طبعا راح اشاركها بالطبخه وراح ساعدها اكيد، بما انه انا رايحه عليها بكير شويه. طبعا هذا ابني معاي وصايم، بس المشكله انه كل ما عم يشوف مطعم فاتح عبينا وده ياكل من الجوع، ما عم يتحمل الصيام. يعني كل شوي ماما ماما، وانا عم صبر فيه كل شوي. وهلا بنروح ونوصل تشوف الاجواء، العزيمه كيف عندها. هي اول مره انا بروح عليها وبحضر عزيمه. هلا موعدكم، وصلنا عند البيت رفيقتي، خلينا ندخل ونشوف شو عم نسوي. السلام عليكم. انا رفيقتي دخلت هلا عليها ولقيتها عم تطبخ ما شاء الله. شو عم تعملي؟ معكرونه بالبشاميل. هاي معكرونه بالبشاميل، هاي اللحمة. تحطي لنا ملح على اللحم، فلفل اسود وملح، فلفل اسود وملح كل شيء عادي. وهون سوي شوربه، انا على بالي انه هي مو مخلصه شايف تساعدها. وهون ما بعرف شو طابخه، شو عامله. نسوي دولمه، مع انه هي عراقيه اكيد اكلات عراقيه اليوم. وان شاء الله على الفطور شوفيكم السفره كيف راح تجهز. هلا خلصنا. مثل ما قلت لكم اجيت اليوم عند رفيقتي وسويت لها معكرونه بالبشاميل، وهذا الفتوش الاخضر، وهي الدولمه العراقيه. والف صحه وهنا يا ربي، رمضان كريم علينا وعليكم.